قصة لها العجب. يحكى أنه كان رجل صالح له جار يهودي، وكانا يكثران من الجلوس مع بعضهما. وكان الرجل الصالح عندما يريد عمل شيء يقول: ما تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. وكانت هذه الكلمة لا تفارق كلام الرجل أو عمله، مما أثار استغراب اليهودي، فسأله: ماذا تستفيد من كثرة الصلاة على نبيك؟ فقال الرجل الصالح: يكفيني أن الهم لا يقربني. فأراد اليهودي أن يكيد على جاره ليستهزئ بالمسلمين، فذهب اليهودي إلى الرجل وقال له: خذ هذا الخاتم عندك حتى أرجع من السفر. فأجابه الرجل بقوله: لا تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. وراقب اليهودي بيت الرجل الصالح حتى خرج جميع من فيه ودخله، وبحث عن الخاتم حتى وجده. فذهب اليهودي بالخاتم إلى بحر قريب وركب القارب وألقى الخاتم به. ثم عاد اليهودي وذهب إلى الرجل ليطلب منه الخاتم، فوجده عائد من عمله. قال اليهودي: أريد خاتمي. فقال الرجل الصالح: لا تقضى الحاجة إلا بالصلاة على النبي. فقال اليهودي: أريد خاتمي الآن. قال الرجل الصالح: إني اليوم بالصلاة على النبي، وفقني الله إلى صيد سمكة كبيرة، والله ما أعطيك خاتمك ألا إذا تغديت معنا اليوم. وأصر عليه حتى قبل اليهودي، فدخل وأعطى الرجل الصالح زوجته السمكة لتطهوها. وبينما هو جالس مع اليهودي إذ نادته زوجته لتريه ما وجدت في بطن السمكة، فلما رأى الخاتم صعق واصفر لونه. قال الرجل الصالح: والله إنه لخاتم اليهودي. وذهب إلى مكان الخاتم في مخبئه ولم يجده. وبينما هو في حيرة قال اليهودي: لماذا اصفر وجهك؟ إن لم تعطني خاتمي لأشهدن عليك اليهود والمسلمين. قال الرجل الصالح: لا تقضى الحاجات إلا بصلاة على النبي. فقال اليهودي: لا أظنك سوف تصلي على نبيك بعد اليوم إن لم تعطني خاتمي، لفضحنا أخلاق المسلمين بك، وسوف تكون أنت مثلا نسكت به المسلمين ونعايرهم به. فقال الرجل الصالح: والله ما حيرني في خاتمك، ولكن شيئا آخر حيرني، خذ هذا خاتمك. تلون وجه اليهودي وأسودت شفتاه وهو يفحص الخاتم ويقول: إنه هو، إنه هو. فاستغرب الرجل الصالح وقال: رفقا بنفسك، ماذا أصابك؟ فقال له اليهودي: أستحلفك بربك، كيف وصل إليك؟ قال الرجل الصالح: لابد أن عقلك قد ذهب، ألم تأمني على خاتمك حتى تعود من سفرك؟ قال اليهودي: استحلفك بربك، أين وجدته؟ قال الرجل الصالح: وجدته في بطن السمكة. فصعق اليهودي وأغمي عليه، وبعد أن عاد إليه وعيه حكى للرجل الصالح ماذا فعل. فقال الرجل الصالح: أنت استطعت بكيدك أن تسرق الخاتم وترميه في البحر، والله استطاع بقدرته أن ينزل الخاتم في بطن سمكة أصطدتها، ألم أقل لك أنها لا تقضى حوائجنا إلا بالصلاة على النبي؟ فقال اليهودي: صدقت، وأنا أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فضلا إذا أتممت القراءة صلي على خير البرية، محمد صلى الله عليه وسلم.